اكيد. كابتن احمد شخصيا بقى انت يعني رؤيتك للمباراه دي كانت عامله ازاي وانت قاعد بتتفرج؟ كان حجم الطمانينه اللي جواك قد ايه؟ هل كان في حاجات معينه قلقاك من اللي انت شايفه؟ بص قبل المباراه في شويه مناوشات حصلت والمنشور اللي نزل من البيراميدز ان على موضوع التحكيم. الحاجات دي كلها ليها تاثير طبعا. سواء النادي الاهلي طبعا مفيش اي تعليق طبعا، وده المفروض طبعا. انا ماليش دعوه بالقصه دي، مش انا مش الموضوع مش بتاعي، لكن الموضوع ده معمول ضغط على طاقم التحكيم اللي جاي المباراه. يعني المنشور اللي نزل ده هم عارفين ان اصلا ان مفيش تحكيم جاي من بره، بس هم لازم اضغط على الحكم اللي جاي عشان هما حاطين في دماغهم ان في وجود حكم مصري بيجي من النادي الاهلي. ما اعرفش ازاي يعني، ما مش عارفه يعني مشكله دائمه دي. بالظبط كده. لكن في وجود فار، في وجود تحكيم، انا شايف من المباراه اللي ادها التحكيم المصري على اعلى مستوى. فكل الحاجات دي كانت قبل المباراه كان في ضغوطات. لعيب هم كمان حطوا لعيبه بيراميدز في ضغوط قبل المباراه. المنشور تنزله وتقول خلاص هلغي الاستثمار، كل لعيبه بيراميدز بيفكروا ايه؟ طب انا الموسم الجاي هيبقى ايه؟ الحاجات دي كلها مع فرقه بيراميدز، فرقه شكلها مع مستر باتشيكو اختلف تماما. كان في الفترات اللي فاتت بيراميدز بيلعب كره جميله، كره هجوميه مع مستر باتشيكو، راجل منظم جدا، بيلعب الفرقه ككتله واحده تحت الكوره، محترم النادي الاهلي، عارف الاماكن اللي في النادي الاهلي مميزه، قافل كل الخطوط. حتى لو اتفرجت تلاقي رمضان صبحي طول المباراه، رمضان اللي هو المهاجم ناحيه الشمال وناحيه اليمين اسمه احمد الشيبي، برده من اللعيبه الجيده جدا. طول المباراه هو عارف الجناحات النادي الاهلي تشتغل، وهم حتت مهمه جدا في هجوم النادي الاهلي. طبعا طبعا. رمضان طول الماتش واقف ورا عشان يقفل على محمد هاني، والشيبي واقف عشان معلول برده ما يزيدش. فهو الراجل بيشتغل على فرقه النادي الاهلي، وده اللي خلى الشوط الاولاني شوط صعب جدا، مفيش هجمات كتير، مباراه مقفوله. الشوط الثاني بدا برضو كان مقفول لغايه ما هم احرزوا هدف من كره ثابته. الحمد لله، وده انا بقول الحمد لله التوفيق هنا، انك انت رجعت المباراه بعد دقيقتين. لو الجون ده اتاخر شويه، التعادل بتاع الكهرباء، كان توقعات المباراه تبقى صعبه جدا جدا، ممكن كانت المباراه تنتهي لا قدر الله بالخساره. لكن الحمد لله رجعت بعد دقيقتين، دي رجعت فرقه النادي الاهلي تاني، رجعت الثقه للاعيبه، الدوافع اختلفت، خلاص فكرت في المكسب. لكن المباراه عامه مباراه صعبه جدا جدا. فريق بيراميدز بيلعبوا بشكل جيد جدا، عندهم مجموعه من اللاعبين مميزين جدا، بالذات خط الظهر، معهم مدرب على اعلى مستوى مستر باتشيكو. فانت كسبت فرقه محترمه فعلا، وكان وده اللي بيخلي المكسب حلو، مش كسبت مثلا مباراه سهله ثلاثة او أربعة، لا كسبت فرقه محترمه. فخلى المكسب بعد عناء بيخلي بالظبط كده. فالحمد لله كان مكسب مهم جدا محتاجينه.